هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحوتي تيس قال أحلبه، قل له هلكت البلاد والعباد، حروب ومقاعات وأمراض واستقلاب للخراب، قال ما بالله صامت والنصر لنا. راجع نفسك، قال هاتوا جناتيح البلاد يحلفوا إني على صواب، ويلحموا الصف وهبا يعبلوا حظيرة القصر جمهوري لقاء الحكماء. وطبعا كان اللقاء زي ما لاحظتم برعاية بيبسي، ما كلفوش انفسهم يتعبوا حتى على شعال الحظيرة. اجتمع الحكماء عصر وعشاء وتخزينة وعملوا لك يا أخي بالحكمة برم. حمران العيون كلهم خبرة، عسى الله إيش الحكاية إلا بحشامة وشمة وحكمة وبصمة، واستلم المعلوم وللبيت لا تعرفوش منهم الحكماء. إذا كان اللي دعاهم هذا واللي حطوا حكيم هذا، فتخيلوا البقية منهم. خلونا من هذول الهراتيع ونشوف ايش قالوا. قالوا المسيرة البردقانية وخلال شهر رمضان تغلق قسم القرآن الكريم في جامعة الحديدة وفروعها. اصلا ليش يتعبوا الطلاب ويدرسوهم قرآن واربع سنوات وكتب وتعب ومعاهم قرآن ناطق؟ أقلبوا كذا وهس هذا واستمتع، هذا نوع من التوفير للوقت والجهد. وقودهم مسيرة قرآنية، المفروض الشعب يترك هذه الأمور لأهلها. قرآن، دين، حكم، كرسي للحوثي، وانتم شوفوا ما ينفع حياتكم، الدغاز، بترول، لقمة، روحوا القبهات مثلا. هو رمضان رمضان يا حويثة، يصفوا طول شياطين انتم قيتوها صفوتوا الثانين. قالوا مدري من ومدري من ومدري من يقطعوا علاقتهم بدولة قطر. الله يسود ويصلح، ما يسدوا مهما كان ما بتطولش. وقالوا إنه الحكومة اليمنية كمان قطعت العلاقات بقطر. هوبا، والستين ميجا كيف؟ عادة ما قد اشتغلتش، سوايا أحاق بعدهم هي كذا حكوماتنا بعد الثورات. بعد سبتمبر استضاف عبد الناصر الحكومة استضافة طويلة ومش حلوة، واليوم نفس الخبر خيرة الله. وقالوا إن الحكومة اليمنية بعد ما قطعت العلاقات اتهمت قطر بتمويل الإرهاب. يعني كيف؟ الستين ميجا إرهاب بلاش؟ طيب ذا وعياله في كل سفارة مرتباتهم من قطر، يعني الآن ذولا؟ لا 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 لا، ما افتهم ليش كيف يا جماعة، ما ضبطوش التهمة خالص، تهمة مشالك كذا ما تلتبس. قالوا لا والله، لا والله، هذه بقول أنا حامبة هنا 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 حامبة. شوفوا الزمان يا سفارات، مكنتوها هنقمة فوق الطلاب، هيا اصبطوا ماذا الحين اصبطوا، هم بلا أرباح وانتم بلا رواتب إن شاء الله.
كما لا تركنوش دولا ما منهمش لا قسعه الرنج ولا تصيني ما بتنفعكم. المهم اطلبوا لكم مع الطلاب سيارتين بوليس زياده وانتم مضربين جنبهم وش ولا نقص. قلنا لكم في الحلقة الماضية أبو عفشفش تصفد مع إبليس بداية الشهر، طلع أنه لا 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 يا جماعة، أنا آسف يا جماعة، الدقة والمهنية والموضوعية تحتم علي توضيح الحقيقة. إبليس اعترض قال جني بانصوم ما اشتيش مخالي. تشتو الصراحة حقه يشتي يصوم بلا وقع راس ويقضي مدته مع عيال الناس. فخرجونا عند فرقة أباليس كذا صغار كذا فاشلين ماسكين الإيقاعات عن يمين وشمال زي قواري الفوازير. قمعوهم يمكن يعيش صاحب الفخامة نفس الجو. وبعدين خرج بشنب باب 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 صار في جديد من المخزن من جنب الصواريخ ولا الميتي إف. الأخ علي عبد الله صالح بعد الفخامة انتهت الفخامة، هذا اسمه علي عبد الله صالح. إذا تشتي تقول الأخ رئيس المؤتمر، الأخ الرئيس السابق، ما هذه جائزة، الأخ الزعيم علي طلس، هذه جائزة. ما صبرت يا حبيبي، ما صبرت. عكننتوا على المسكين لبس لكم شنب من المخزون الاستراتيجي، لكن ما منكم فايدة. وين قواري الفوازير وانت جمعت له حبيشي؟ قال لك محمد منصور، قال لك مدريش مين، ولا عملتوا له مرتبة ولا حد يوهف له بالريش. اخص. المهم ايش سبب المولد الهام هذا؟ جاء تفجير جامع دار الرئاسة بعد حدث جمعة الكرامة. جمعة الكرامة الذي دبروها واهتموا بها وأرادوا إلصاق التهمة بالأجهزة الأمنية وبالنظام. تحتفل بذكرى ال ايوه صحيح هم اللي قتلوا انفسهم وهربوا. مش انت قلت يومها انهم اهالي حي الجامعه اللي فعلوها؟ ارسي على بار رمضان الواحد مفروض يصوم من الخرط، وخاصه انت يا حفشفش مفروض تصوم شهر من الكلام مش الا من الاكل والشرب. ولا كان يستهدف شخص علي عبد الله صالح او القياده السياسيه البرلمانيه الحكوميه، ولكن استهدف وطن. والله يا وطن كنت بتسأل طارق ابن أخوك ليش تاني يشتي يستهدف الوطن، كنت بتقع شهيد ما رضياش لك، هي حكمته وهو عادل. 11 فبراير 2011 الذي تبنوها حركة الإخوان المسلمين الذي يسمون أنفسهم حزب الإصلاح أو الأصح التجمع اليمني للإصلاح. مش هم نفوسهم اللي رشحوك في 99 ولا ناس تانين؟ أيام ما كنت مفرش ومفرح انهم انتخبوك، ليش ما تنعقدهم اخوان مسلمين ناسي اسمهم الاصلاح؟ قدك ناوي رغز عازفت ساعة الرحمن ذا الحين والشياطين حاضرين. ما يأمونش بأي قوة سياسية أخرى ولكن المؤتمر والإصلاح من أجل تقاسم الكعكة، تقاسم السلطة. مش انت قبل اسبوع قلت ان السلطه مغرم؟ وايش اللي قلب هذا الحين كعكه؟ قد ربي رزقك بالحوثي كعكعي زرطها بريشها ومغالها، ماذا الحين تابع عند ابو زعطان وابو فلتان؟ طيب ثالث جامع دار الرئاسه جوامع تم تفجيرها بتخطيط وبرمجه واجنده لحركة الإخوان المسلمين. لكن شكلك ما قد وصلش عندك رمضان، صوم صوم صوم. قد إبليس أخبر رفض تتصفد معه من كثر الكذب اللي تتنفسه. يا رجال استحي من شيبتك، سهل اللي جنبك. 3 سنين والقوامع يطعفروهم متعفرة الشخواء بخبرات الحرس القعفوري حقه قدام الله وخلقه ويصوروا كمان، وانت جاي تلططها بنص رمضان. ضغطوا حركة الإخوان المسلمين على هادي أن يواجه أنصار الله وتمت المواجهة، ولكن ما بين كر وفر كان الجيش مسلوب الإرادة، لا يعرف هل ينقاد الجيش مع الجناح العسكري
الذي مع الإصلاح أم مع هادي. فاختبط الجيش، فوصلوا أنصار الله إلى صنعاء. وصلوا. أيوه أيوه، قلت لي الجيش اختبط. من خبطه بالصلاة والسلام عليه، قد قال لي عطفه وزرته بالرتب والبيادات. قلت لي أنصار الله وصلوا إلى صنعاء. كيف وصلوا؟ بباص الرويجان؟ أو وصلوا فوق الصعوبة حقك؟ انقيت يا أمين عاطف، انقيت. تعال قل لنا الصدق، أنت كنت مشغول بالكعك وفاهم الجماعة كيف وصلوا صنعاء. لا تقول ليش إن هم وصلوا وايرلس. وصلوا مش انقلابيين، هذه الدعايات إنهم يقولوا انقلابية وذهبوا. إلا صحيح صحيح، هم مساكين مش انقلابيين، هم تقلبوا الطريق قبل ما يوصلوا وطلعوا عليهم دعايات وسموهم انقلابيين لأنهم تقلبوا في الطريق وتكحولوا. بك يا عفاش، ما انقلبوش على سلطة البلاد ودخلوا وزارة الدفاع والتلفزيون واقتحموا كل الوزارات ونهبوا سلاح الدولة. كل هذا ما هوش انقلاب. أيوة أيوة، كان دعاية، دعاية من اللي تمتص البلل ويعطيك نعومة وخفة. فاصل ونرجع نشوف هذا الآدم الفاصل. بكم ومرحبا. قبل الفاصل قال ابو عفشفش انه الانقلاب مش انقلاب، هو له وصول، وصول فوق الدولة والرئيس والحكومة الشرعية والشعب. هيا حيا الله منقه علومك. انا كنت مع قبول الاستقلال ويسكنا شغلته، وحاولت اقنع مجلس النواب ان يجتمع ويقبل استقالة هادي مخرج وينتخبوا لهم قيادة جديدة. كيف يسكعك شغلته يا عفشفش؟ مش اللي انت اللي ادوشتنا بتسلمها الايادي امينة؟ ليش ما دا الحين قضوا دوشك؟ فرحت بالاستقالة ها؟ قصدك ترجع من الطاقة بعد ما ركضوبك من الباب؟ بعيدة عليك. وبعدين بصفتك ايش حاولت تقنع مجلس النواب بالاجتماع؟ العروسة مستعجلة على الزفة أكثر من اللي زفوها. مع الأسف الأخوان في أنصار الله تحفظوا على قبول الإسلام. مع الأسف، ما بالله فعلوا لك صدمة، افتكرت إنهم بتعطفهم كلهم، لكن الصدق بهذه الخطوة عطفوك ساعة السنبوسة حق رمضان. كم يوم مش عارف أنا والله، وإذا يقولوا لنا هادي غادر العاصمة، كيف؟ وما هو؟ وإيش اللي حصل؟ ما قلت الله بالعيون تحسر بأنك أنت الوحيد اللي تبرم، تحسب أنه كل البرم لسيس. قالوا غادر، غادر بر بحر جو مش عارف. طبعا حكايات تحكي أنه تلبس تخفى وذهب إلى عدن. ذهب إلى عدن وحصل ما حصل. لا لا لا، هو هرب عن طريق آلة الزمن، لبس الطاقية الإخفاء طرق للمعاشيقة وبين العيون. أنصار الله تحركوا على أساس أنهم يسيطروا على الأوضاع في المحافظات كلها. شعر بحركة أنصار الله في المحافظات الجنوبية، وإذا هو يغادر إلى سلطنة عمان. الحين تشتي ترمي اجتياح المحافظة الجنوبية على الحوثي والحالو بس، وعبد الحافظ السقاف اللي عصاد عدن عصيد وتمرد فيها، أو كان مرافق مع عبد الملك الحوثي يا عفاش؟ على من تضحك انت؟ وفرقة الإيقاعات هؤلاء ليش ما يصفقوش؟ صفقوا صفقوا صفقوا. ما عندش أي شرعية، يعني شرعية بالصميم، شرعية دولية بالصميم بقرار مجلس الأمن. قد جاتك شرعية سوق الصميم بكله وبالصميم. زلقوا صحابك ملاطيم. أيوة، خليك على شرعيات أبو كرار وأبو قرار وأبو ربل، معلمة في قفاك أنت وأصحابك، وعار تطلع نخص. السفير الحالي وكان ملحق عسكري أنا، هذا كان يستلم مخصصات من اللجنة الخاصة في المملكة العربية السعودية باسم المشايخ والعشائر والأحزاب، وفيفتي فيفتي تجتمع على اثنين. يا عبدو فيفتي،
يا عبدو 15 انت زعلان من السفير؟ طيب زعلان ليش؟ هذا كثر خيره 50-50، اما انت ليه بس لما خرجوا لك من كل خزق فلان. تعال معانا كاعتماد، معانا لك شق، معانا لك فيلا، يعني واحد من سبب المشاكل الذي اساء الى علاقه اليمن بالمملكه العربيه السعوديه من خلال تقاريره وتحاليله للسلطات السعوديه. تقارير السفير وتحليلاته هي اللي اساءت الى علاقه اليمن بالسعوديه، باعتبارك انت اليمن ما هيش الصواريخ ولا هي الأسلحة اللي سلمتها لعزاريط الله يفعلوا بها مناورات في الحدود، ولا هو السبب انك قفزت ب 28 رحلة طيران إلى طهران بالأسبوع الواحد ورجعت تتنبأ لك فوق اللي قالوا لك. لا أعقول بتدمر البلاد، لأن عنده مال كبير اختصبه نتيجة ثقل ووجاهة والده، فنهب الأراضي، نهب الممتلكات، سطع على الشركات، أخذ الوكالات، أصبح ملياردير، عنده مال كبير قتلي، اغتصبوا ونهب الشركات وسطع على الأراضي. وانت فين كنت؟ مش مفروض كنت رئيس وقتها؟ ما كنت تفعل تقلع بصل الأخلاق اللي تطلع لك فجأة كذا الصدق تخوف، حتى إبليس بسرك رقعد غطى ونام، قال من خلف ما مات، وقام باغتيال عدد من الشخصيات السياسية البريئة مثل الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، أحمد شرف الدين دكتور في الجامعة، عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب، الخطيب المرتضى المحطوري في جامع بدر. بالله الورقة دي اللي بيدك من قابلك؟ عمار ولا انت دغدغتهم قصدك تخلي المتبردقين عكفة بعدك، ما تشيش حد يفكر لهم وانك بتعطفهم في ساعة، والحقيقة انهم لفلفوك ودخلوك الماسورة وطلع انه معاهم لاعبين احتياط. عبد الكريم الخيواني واحد صحفي بيكتب لا ضدنا وضد الناس جمعة، صحفي هذا رأيه، لكن ما قتل، ما قطع طريق، ما قص لسان احد، كاتب. الخيواني ده تحديدا يا حفاش هو بذمتك، ما معوش غريم غيرك من بعد ما كتب عن موضوع التوريث وانت حاقد عليه من هذيك الايام، وما كانش طايق تحالفك مع الحوثيين، شفته بيحرض عليك قاعد قزعته من طريقك. اغتيال يحيى موسى، حتى يحيى موسى الله يرحمه اللي كان ينكت لك بالتخزينة ما سلمش منك، دقيته عشان تحارش بين حوثيين دمار وحوثيين صعدة. كمل الورقة نعرف من اللي جاي، مالك عطفت الكشف سريع؟ صالح أنا معارض سياسي، أنا ضد العدوان، أنا أدعم أنصار الله في مواجهة العدوان، أدعمهم بالمتطوعين، أدعمهم بالرجال العسكريين الذي لهم علاقات به، أدعمهم نعم، لكنهم أصحاب القرار أنصار الله. صالح أنا أشتي لحماء من كبشي وأشتي كبشي يمشي، كيف معارض سياسي وتدعم ورئيس ونص حكومة حزيز تبعك؟ انت معارض لمن؟ الخياب ترميهم فوق القعانين الحوثيين وترجع تزعبق لما الحوثيين يروحوا للتفاوض لوحدهم كونهم اصحاب القرار، ركبتهم خازوا قدام الشعب وما تشتيهمش يطلعوا منه، نفس طبعك القديم نفسه، تاكل التوم بفم غيرك. اعادة ترتيب البيت اليمني في إطار الدستور وفي إطار انتخاب قيادة جديدة سياسية وانتخاب برلماني وانتخاب سلطات محلية، إعادة ترتيب البيت. أيوة نرتب البيت اليمني، مجالس ومداكي، مجلس سياسي، مجلس حكماء، مجلس بزرميط، هيا لا تتعب ولا ترتب، انت بس انزل البدروم وارتاح وراعي وباقي لك حمران العيون يدفنوك ويبنوا البيت كله من جديد، وش ولا نقص. السلام عليكم.
Mm-hmm.